عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. في رحلة طويلة بدأناها من سنوات طويلة عشان نتعلم إزاي نكون بصحيح تلاميذ للمسيح، تلاميذ للحق، نفهمه، نقتنع به، ونعيشه. والحق بيغير الحياة. إذا أنت عرفته لازم تتغير، ما تقدرش تعرف الحق وتقبله ولا تتغير حياتك. في الرحلة دي مشينا مشوار طويل قوي، وابتديناها بأهمية أني أكون تلميذ، ويعني إيه أكون تلميذ. اتكلمنا مين ربنا اللي بيدعوني للعلاقة دي، ودي حاجة مهمة قوي، معرفة الآخر، وده هينطبق جدا على اللي بنقوله في الجزء ده من الدراسة عن العلاقات الزوجية. اتكلمنا عن أنا مين كإنسان وإيه مشكلتي الحقيقية. اتكلمنا عن من هو المسيح ولماذا جاء إلى العالم. اتكلمنا عن الروح القدس اللي بيأتي إلينا وبيسكن فينا وبيملأنا عشان يكون عندنا الإمكانية الإلهية أن نعيش دعوة الله لحياتنا. اتكلمنا يعني إيه أتبع المسيح، يعني أموت معاه وأقوم معاه، يعني أمارس العلاقة ديت من الإيمان والرجاء والمحبة، يعني أعيش الشركة ديت مع ربنا. وفوجئنا أنه ممارسة العلاقة الشخصية خدت أكبر عدد من الحلقات على وجه الإطلاق. اتكلمنا عن يعني إيه الكنيسة، ويعني أعيش مع شركة الجسد الواحد. اتكلمنا يعني إيه إحنا في علاقة حرب وفي معركة روحية مع قوات الشر الروحية. مين عدونا ده؟ إبليس. إيه الأسلحة اللي بيستخدمها؟ إيه الأسلحة اللي الله أعطاهانا؟ الأسلحة الروحية مش الجسدية، القادرة بالله على هدم حصون وظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. وتكلمنا عن الدعوة اللي ربنا دعانا ليها أن ننادي بالإنجيل وأن نكرز بكلمة محبة الله للآخرين. وبعدين دخلنا في الباب الأخير ده، قلنا العلاقات. أنا بعيش داخل علاقات إنسانية متعددة. أنا مش بس عندي علاقة مع ربنا، أنا مش بس عندي علاقة مع نفسي، ودي شفاء النفس، وتكلمنا عن رحلة طويلة قوي لشفاء النفس والمصالحة مع نفسي وقبول نفسي وشفاء نفسي من الماضية اللي بعيش فيه، لكن أنا بعيش داخل مجتمع، وفي المجتمع ده عندي علاقات متعددة. والكتاب ده كلمنا عن العلاقات ديت، ادانا الكتالوج، وهنتكلم عن الكلمة دي كتير قوي، بتاع علاقتنا بالآخرين عشان نعيش السعادة اللي الله خلقنا ليها. وقلنا إن أول علاقة مهم نفهم عنها كويس قوي هي العلاقة الزوجية، وقلنا هنبتدي من الأول للآخر. فقبل ما اتجوز لازم اتعلم عن اختيار شريك الحياة، واتكلم عن مقدمة ايه هو الزواج، فده الزواج. وبعدين اتكلمنا عن مبادئ اختيار شريك الحياة، وهل انا مستعد اني اقدر اختار شريك حياتي ولا لا. حضراتكم متجوزين فمش هنتكلم عن اختيار شريك الحياة في الحلقات ديت، وصينا المتزوجين ما يتفرجوش عليها، فقلنا نسبة المشاهدة هتقل، لكن يظهر الممنوع دايما ايه؟ مرغوب. ففوجئنا بان نسبة الحضور والمشاهدة زادت جدا، ومن المتزوجين، مش عارف عملوا ايه في بعض، ربنا يستر. لكن الجزء اللي جاي دوت هو يمكن واحدة من اصعب الموضوعات اللي هنتكلم فيها، اللي هو العلاقات الزوجية. هفترض ان انا حضرت اختيار شريك الحياة واخترت شريك الحياة بناء عن كده او مش بناء عن كده، لكن احنا دلوقتي متجوزين. فالجزء اللي جاي بتاعنا ده رحلة جميلة جدا وممتعة للغاية وصعبة، لان مليئة بامور حساسة ومليئة بتحديات في الحياة. أدعوكم معايا داخل هذا الاستوديو وعبر الشاشات للرحلة الطويلة ديت. لكن أنا في البداية قبل ما أدخل في الموضوع ده، نفسي يعني فعلا أقدم شكر خاص جدا لربنا في رحلتنا في هذه المدرسة. ربنا باركنا بشكل هائل الحقيقة بردود الأفعال وبالمشاهدين وباللي ربنا استخدم بيه ضعفنا وجهلنا والكلمات البسيطة اللي احنا بنقضيها مع بعض هنا، ان يبارك بيها حياة ناس كثيرين جدا جدا جدا. وصلاتنا ان ربنا يستمر يعمل كده، وان اللي يكون بنعمله ده ببساطة وبتلقائية وبصدق سبب بركة لحياة ناس كثيرين. كمان عايز اشكركم واشكر كل الناس اللي خلف الكاميرات اللي تعبت معانا في الرحلة ديت عشان توصل الحقائق الإيمانية للناس بصورة تقدر الناس تفهمها وكمان تعيشها. العلاقات الزوجية، عايزكم تسلموا على بعض وتقول له أهلا وسهلا بيك في هذه الرحلة الجميلة. شد حيلك معايا، يعني سلموا على بعض كده وقولوا لبعض
يعني هنكمل ها هنكمل ها بنعمة ربنا احنا هنكمل و شديد شديد وحلوين كده مع بعض وربنا يستر. ف في الدراسة ديت اسمحوا لي اقول لكم بس احنا هنتكلم عن ايه. هناخد مقدمة سريعة ودي الحلقة الاولى بتاعتنا، وبعدين هنتكلم عن قوانين الزواج. هتكلم عن اربع قوانين، في اربع رجلين مهمين قوي نوصفهم الاول زي الكرسي اللي انت حضرتك قاعد عليه كده. الجواز مش زي الكرسي، لا بنتكلم عن القوانين هي اللي زي الكرسي. وبعدين بنتكلم عن فهمي للاخر، حاجه مهمه قوي، وزي ما قلنا في بدايه علاقتي مع ربنا، فهمي ربنا هو اساس علاقتي مع ربنا، فهمي للاخر هو اساس ايضا العلاقه الزوجيه. لما نتكلم في المبادئ العامه للعلاقات ابتدينا برضو بفهمي الايه الاخر، فده مبدا ماشي معانا طول السكه. وبعدين بناء على كده هنتكلم عن التفاهم والانسجام، ازاي ننسجم، انا فهمتك انت فهمتني، هننسجم ازاي، هنتوافق ازاي، هيحصل ما نسميه الهارموني. ده الهارموني زي المقطوعه الموسيقيه، الالتين دول ازاي هيعزفوا لحن واحد مع بعض. وبعدين هتكلم عن المهارات الاساسيه في الزواج. هنتكلم ان في خمس مجالات اساسيه الزواج بيعيشها، في خمس مجالات اساسيه بنعيش فيها. زي مثلا في الفلوس، الفلوس حاجه مشترك ولا لا مش عارف يعني، فزي زي تربيه الاولاد بنربيهم مع بعض ولا كل واحد بيربي واحد، يعني في خمس مجالات بنعيش فيها العلاقه الزوجيه. عايزين نتكلم عن مهاراتهم دول، ايه المهارات اللي انا محتاج اتعلمها عشان اقدر امارس هذه العلاقه الزوجيه في الخمس مجالات الرئيسيه اللي هنتكلم عنهم دول. وبعدين في الاخر هنتكلم عن solving problems، حل المشاكل، هنواجه مشاكل. في حد هنا ما عندوش مشاكل؟ طب في حد هنا عنده مشاكل زوجيه؟ في حد عنده يعني اعرف في حد عنده يعني في حد عنده اوكي غالبا عشان انتوا كده عشان كده انتوا هنا. لكن يعني ف ازاي نحل مشاكلنا بطريقه متحضرة ومبنية على أننا أولاد الله وتلاميذ للمسيح، إيه المفاتيح اللي ادها لنا الكتاب للمواجهة دي؟ أتمنى أن في الست أبواب دول عندنا موضوعات كتيرة، كل واحدة فيها موضوعات كتيرة تساعدنا في رحلتنا ديت من طقطق لسلامه إيه عليكم من الأول لغاية الآخر. خليني أبتدي بالمقدمة المهمة ديت عن الزواج. في اختيار شريك الحياة تكلمنا عن شوية مواصفات للزواج، لكن هنا هناخده بأكثر تفصيل جدا. الزواج هو أول علاقة إنسانية نشأت في هذا الكوكب، صح؟ أول اتنين كانوا آدم وحواء. كان ينفع يبقى آدم وآدم بشرطة؟ كان ينفع يبقى آدم وابنه مثلا قايين أو هابيل كنا نبتدي بيهم؟ أكيد أول علاقة نشأت إنسانية كانت زوج وزوجة، صح؟ هو الكتاب قال كده، لكن اكيد كده صح بالعقل بالمنطق، ودي واحده من اثباتات وجود الله على فكره. لما 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 حاجه بتتوجد لو ما توجدتش المذكر منها او المؤنث منها مع بعض مش هيتكون جنس، مش كده؟ فالجنس يتكون لما يبقى في ذكر وانثى، وصعب قوي في التطور والنشوء ان فجاه يظهر ذكر وانثى في نفس الوقت ويتزوجوا يعني عمليه صدفه غريبه جدا انها تتحقق. فالزواج هو أول علاقة إنسانية، ودي حاجة مهمة جدا لازم نفهمها. أول علاقة بعيشها كإنسان هي علاقتي مع شريك حياتي. لا مش بس هي أول، هي أعمق علاقة إنسانية موجودة على وجه الإطلاق، لا تقارن بأي علاقة تانية. البعض يقول لك علاقة الأمومة الأم بأولادها أعمق، ده مش حقيقي. الأب بأولاده ده مش حقيقي. الإخوات ببعض ده مش حقيقي. أعمق علاقة إنسانية موجودة هي علاقتي بشريك حياتي. عايز أشرح الفكرة ديت. أغلب العلاقات الإنسانية يا أحادية يا ثنائية الأبعاد، يا أحادية يا ثنائية الأبعاد، وبالكتير ممكن تبقى ثلاثية الأبعاد. علاقتي بشريك حياتي أكتر علاقة متعددة الأبعاد. طبعا لما بنفلطحها ونخليها أحادية البعد ها بنبططها بتموت مننا، لأنها ما اتخلقتش عشان تبقى كده. أدي مثلا، أنا وأخويا ممكن نبقى أخوات بس، فالعلاقة أخوات أخوات، لكن ممكن نبقى أخوات وصحاب، صح؟ ممكن نبقى أخوات وصحاب، مش دايما الأخوات إيه؟ صحاب. لكن لو بقى الأخوات صحاب العلاقة دي بقت إيه؟ أكثر ثراء وإيه؟ وغنى. لكن بس نبقى أخوات وصحاب ممكن نضيف لها حاجة تانية؟ هي خلصت على كده اخوات وصحاب.
العلاقة الأب بابنه علاقة بعدها الأول بابا وابني، فعلاقة الأبوة والبنوة. لكن ممكن يبقوا كمان إيه؟ صحاب. لما بيبقى الأب وابنه صحاب كمان، العلاقة بتكتسب بعد جميل جدا جدا جدا، غير مجرد أب وابنه. فزي ما قلت، أغلب العلاقات الإنسانية هي أحادية البعد، يا ثنائية الأبعاد. لكن في العلاقة الزوجية لازم تبقى متعددة الأبعاد. فلازم تبقى حبيبتي، صح؟ مش عارف لسه حبيبتك ولا لا، لكن يعني لما اتجوزتها قلتها يا حبيبتي، يعني مش عارف لسه بتقول لها ولا لا، فهي حبيبتي. مش بس هي حبيبتي، هي ايه؟ هي صاحبتي. ما ينفعش تبقى حبيبتي ومش صاحبتي، حبيبتي بس مصاحب واحدة تانية، ما ينفعش، مش كده؟ فهي لازم تبقى حبيبتي وصاحبتي. مش بس تبقى حبيبتي وصاحبتي، دي حبيبتي وصاحبتي وام ولادي. مظبوط كده؟ ايه؟ وبالظبط. وانا بترك ابويا وامي، فهي احيانا بتبقى كمان ايه بالنسبه لي؟ ماما. واحيانا كمان بتبقى ايه؟ اختي. بس خلي بالكم، مش اختي معناها اختي بس، لا لا يعني، لا خلي بالكم. ففي واقع الامر تكامل العلاقه الزوجيه دي اني اعيش ابعاد كتيره قوي جواها. عشان كده تشبهت العلاقه دي بعلاقتي بربنا، لأن علاقتي بربنا متعددة الأبعاد. هو أبويا ورعية ومخلصي، هو إلهي وسيدي، هو مثلي وقدوتي، هو حاجات كتيرة أوي 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 بالنسبة لي. العلاقة الإنسانية الوحيدة اللي أقدر أقول تشبه إلى حد كبير علاقتي بربنا هي العلاقة الزوجية، اللي فيها الاثنان بيصيروا إيه؟ واحد. زي مع ربنا، لما بلتصق بربنا زي ما بيقول بولس، من التصق بالرب فهو روح واحد. اللي بيلتصق بامرأته بيبقى جسد ايه؟ واحد. مش كده؟ دي مش علاقة عادية، هي اول كل علاقة هي اعمق علاقة انسانية اذا عشناها كما هو في الكتاب، زي ما الكتالوج بيقول لنا. حاجة تالتة مهم قوي، هي ام كل علاقة انسانية، هي ام كل علاقة انسانية. علاقتي في شريكة حياتي هي اللي بتخليني بعد شوية أبقى بابا، مش كده؟ أو تخليكي ماما. فهي خلفت علاقة جديدة، وبعد شوية بأولادي بقى أخوات، وبعد شوية بقيت جد، مش كده؟ وبعد شوية بقيت عم، وبعد شوية بقيت خال، مظبوط؟ ففي واقع الأمر العلاقات الإنسانية تنشأ من العلاقة الزوجية، فهي أم كل العلاقات، هي اللي بتولد العلاقات. وده خطر جدا جدا جدا. ليه؟ لأن دايما اللي انت بتولده بيعمل لك ايه؟ بيشبهك. انت بتنقل جيناتك لأولادك، صح كده؟ انت بتنقل جيناتك لأولادك. في ناس يقول لك ايه، انا ممكن تبقى علاقتي بمراتي زي زفت بس علاقتي بولادي زي الفل. ازاي يعني؟ ما العلاقة دي هي اللي خلفت ايه؟ دي. ما العلاقة دي هي اللي خلفت دي. ده ابني، ابني مش علاقتي بابني، ابني بيتشكل بعلاقتي بشريك حياتي، ابني نفسه بيشبه علاقتي بشريك حياتي. كان بالحري علاقتي مع ابني. علاقتي بشريك حياتي هي اللي اوجدت الاخوة بين الاولاد، فعلاقتهم ببعض بتتشبه بعلاقتي انا بمين؟ بشريك حياتي. ما العلاقه دي هي اللي خلفت العلاقات دي كلها، فالعلاقات دي كلها بتتلون وبتتشكل وبتتصور بناء على العلاقه الزوجيه. هي مسؤوليه انك تتجوز، مش عارف خدت بالك منها ولا لا قبل ما تعملها يعني، ومسؤوليه اكبر انك ايه؟ انك تخلف، لانك هتخلف علاقات معناها بتخلف على صورة الايه؟ العلاقة الاصيلة. فهي اول كل علاقة، هي اعمق علاقة انسانية، هي ام العلاقات الانسانية الاخرى. هي حاجة مهمة جدا في حياة الانسان، وكبيرة قوي في حياة الانسان. اقدر اقول الفشل فيها اقصى انواع الفشل في الحياة. في انواع كثيره من الفشل في الحياه، في فشل في الدراسه، في فشل في العمل، مش كده؟ في انواع كثيره من الفشل، في فشل كلوي، يعني في انواع كثيره من الفشل. اقساهم على وجه الاطلاق
على نفسية الإنسان وسعادة الإنسان هي الفشل في الحياة الزوجية. أنا صح ولا غلط؟ أنا صح ولا غلط؟ بعض الرجال يقول لك أنا أنجح في شغلي. لا يمكن هتكون سعيد وانت ناجح في شغلك وفاشل في بيتك، صح؟ صح؟ يمكن هتكون ثروة، يمكن هتبقى راجل، بس انت مش سعيد. زي بالظبط علاقتي بربنا. لو علاقتي مع ربنا مش علاقة جميلة ومشبعة، لو علاقتي مع ربنا فاشلة كل الباقي فاشل، صح كده؟ عشان كده علاقتي بشريك حياتي تشبع علاقتي مع ايه؟ مع ربنا. زي ما علاقتي مع ربنا هي أب كل العلاقات التانية، علاقتي مع شريكة حياتي هي أم العلاقات الإنسانية الأخرى كلها. جزء كبير جدا من سعادتي زي ما مرتبط بعلاقتي مع ربنا، ده مصدر سعادتي الأساسية، علاقتي بشريك حياتي. لو علاقتي بربنا رائعة وعلاقتي بشريك حياتي مدهولة، هستمتع بعلاقتي مع ربنا؟ الغريب بقى برغم أهمية العلاقة ديت وخطورتها ومكانتها عند ربنا وعند البشر، الناس بتدخلها وتعيشها، تروح داخل العلاقة ديت وتروح عايشاها دون بأي إعداد أو استعداد. تخيل واحد اتخرج من ثانوية عامة وبعدين راح يشتغل دكتور، دخل المستشفى وراح لابس البلطو الابيض ومعلق السماعه وقرر يبقى دكتور، هيعمل ايه في العيانين؟ هيعمل ايه في العيانين؟ ايه؟ هيعمل ايه في العيانين؟ او قرر يشتغل مهندس، او قرر يشتغل اي حاجه، ده اي حاجه ابسط من دي بكتير، او 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 اوي عشان اعملها بقعد وقت ادرسها واتمرن عليها. مش باخد شهاده، انا باخد الشهاده وبعدين كمحامي اروح اتمرن في مكتب محاماه، كمهندس اروح اتمرن في مكتب هندسه، كطبيب بقى بخش بقى مرحله من الاعداد والنيابه، مش النيابه نيابه البوليس، لا نيابه الطب، 4 سنين عشان اتعلم امارس طب. الزواج مش بيعمل فيك خالص، ما عندناش وقت تديله جوز بقى، دي بالسليقة كده الواحد عنده في سليقته الطبيعية القدرة على الزواج، يمكن القدرة على الإنجاب، مش القدرة على الزواج. دي عايزة دراسة وعايزة تأهيل، دراسة وإيه؟ وتأهيل. زي ما بتكلم عن الطبيب، بدرس الأول وبعدين بتأهل بتمرن عشان أبقى دكتور، عشان يقول لي خد العيان ده عالجه، خد الست دي اتجوزها وسعدها، خد الراجل ده اتجوزيه وسعديه. انتوا بتاخدوا بعض كده وما بتعرفوش تعملوا ايه في بعض، فبتلغوصوا صح؟ ايه بالظبط. فهو انت بتاخديه عشان يسعدك، وهو بياخدك عشان تسعديه، فكل واحد بيقف للتاني يقول ما تسعدني انت، ما يعني يا سعيده يا سعده، يعني بكل أسف مع قيمة وتعقيد هذه العلاقة، مش بسيطة خالص. احنا في الرحلة اللي هناخدها مع بعض ديت احنا هنحط خطوط عريضة، يمكن هناخد 30 حلقة مع بعض بنتكلم عن الخطوط العريضة، هنتكلم عن مراجع. أنا مانيش الشخص اللي يعني المتبحر والجهبس في هذه الدراسة على الإطلاق، فقريت كتب وهنقول حاجات وعندي خبرة بسيطة كإنسان هشارك فيها، لكن دي كلها مجرد خطوط تساعد. لكن عشان أعيش الحياة دي بأهميتها وبتعقيدها أنا محتاج دراسة ومحتاج تأهيل عشان كده بقى نسبة الفشل في العلاقات الزوجية قد ايه؟ قد ايه بقى؟ قد ايه؟ 99، حد يزود وتسعة من عشرة. حد عنده أخبار أحسن شوية من كده؟ يعني في حد عنده
بكل أسف في العصر الحاضر مع كل التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني بقى عندنا وسائل تواصل جديدة، الفيسبوك والتويتر مش عارف يستعملوها الزوجات عشان والأزواج عشان يتصلوا ببعض بيها ولا لا، فهم هي بيستخدموها في الثورة مش عارف كمان بيستخدموها في الثورة في داخل البيت ولا لا، لكن نسبة النجاح الحقيقي في الزواج قليلة جدا ومش بتزيد، مش بتزيد مع التطور العلمي ولا مش بتزيد، لان كل ماذا ما احنا سبنا الكتالوج بتاعنا. خلي بالكم الفكره دي، خلي بالكم الفكره دي، الكلمات اللي قالها السيد المسيح في نهايه الموعظه على الجبل كلمات رائعه، بيقول كده: فكل من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. ونقدر ناخد ده للزواج، لأن الزواج بيت بنبنيه مع بعض. فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على هذا البيت. يعني أي علاقة إنسانية بالذات الزواج، أي بيت بيتبني هيمر بعواصف، صح؟ في بيت عدى كده؟ عواصف مالية وعواصف اجتماعية وعواصف أخلاقية وكل أنواع العواصف هتهب على البيت، صح؟ ما هي المشاكل هي؟ لا 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 لا، المشكلة مش في المشاكل، المشكلة مش في اللي بيأتي عليها من الخارج. لو البيت ده مبني على الصخر، وهنقول ايه الصخر دوت، هتهب عليه كل الحاجات دي، يحصل له ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. يمكن هيتهز، يمكن الشبابيك هتصفر، يمكن الشباك هيروح مفتوح كده وبعدين يروح قافلينه كويس. لكن نزل المطر، جاءت الانهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر. ايه الصخر؟ كلامي، كلامي اللي انا قلته، اللي انا قلته. لو انا بنيت العلاقه الزوجيه دي هو قال ايه واقتنعت بيه، ومش بس كده، من يسمع اقوالي هذه وايه ويعمل بها. الناس كيف تقول الكلام ده مش عملي؟ طب بلاش بلاش الكلام ده عملي، كويس. لما انت سبت الكلام ده وعملت الكلام التاني حصل ايه للبيت؟ وكل من يسمع قولي هذه ولا يعمل بها، لان في رأيي ان ده كلام بتاع زمان، ده كلام بتاع زمان، ده كلام مشغل وقيم يعني ملاش دعوة بالواقع. فاحنا بنسمع بس ده مش للتطبيق، ده عشان خاطر بس نقول الله كلامك حلو، يا ريت كان فين من زمان، يعني كده بس. ولا يعمل بها أشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل. الأنهار والرياح والأمطار نفسها اللي اتعرض ليها البيت التاني وقعت عليه، حصل له ايه البيت دوت؟ وقع، وقع، وقع. الرحلة بتاعتنا دي مش رحلة سيكولوجية، الرحلة دي رحلة لمحاولة اكتشاف الكتالوج الايه؟ الكتالوج الالهي. ربنا قال ايه عن العلاقة ديت؟ ايه الحقائق والمبادئ اللي قالها ربنا عن هذه العلاقة الرائعة اللي ربنا صممها؟ ربنا لما عمل المكنة دي، لما عمل المكنة دي اللي اسمها الجواز، عمل لها ايه؟ عمل لها كتالوج. قال لك بتشتغل بالطريقه ديت. احنا طبعا ما نحبش ابدا حكايه الكتالوج ديت. اول حاجه نعملها نمسك الكتالوج نعمله ايه؟ نروح مين؟ وبعدين نمسك الحاجه نقعد نلعب فيها بقى، نطلع منها نعرف منها كل حاجه. واخد بالك؟ طبعا هم المخترعين الجداد يعني ابتدوا يلاحظوا الحكايه ديت، فبيحاول انك لما تفتحه هو يعني يمشيك من كتر ما احنا لا نستخدم الايه؟ الكتالوج. بس في الجواز بنعمله بالسليقة اللي تعلمناها من أهالينا، صح؟ اللي ما كانوش سعدة اللي عملوها غلط، فاحنا بنعملها أسخم وأضل إيه؟ سبيلاً. بس كان في كتالوج، من فضلك محتاجين نرجع للإيه؟ للكتالوج ونقرأ، هنشوف بقى إذا كان الكلام دوت مفهوم ومقنع وعملي ولا ولا لا. إذا طلع كده وإنت ما استخدمتوش يبقى ذنبك على إيه؟ على جنبك، صح كده؟
اتفقنا؟ ذنبك على ايه؟ لا على جنبك. مش جنبك، ها؟ مش جنبك، مش اللي جنبك، مش ذنبك على اللي جنبك، لا ذنبك على ايه؟ على جنبك، مش جنبك على اللي جنبك. طيب حته تانية مهم قوي في المقدمه ديت، في شويه توقعات خاطئه كثيره جدا في الزواج. خدنا جزء منها واحنا بنتكلم عن اختيار شريك الحياه، انه يعني تصورنا عن الزواج مرات كثيره مجرد فسحه اتنين طالعين يقضوا شهر العسل. يعني شهر العسل ده حتى دلوقتي بيبقى 3 ايام او اسبوع، نادر بيبقى شهر، فاهم؟ وما كانش عسل كمان، حتى ده ما كانش عسل يا دي الخيبه، فمش عارف الباقي هيبقى ايه، فربنا يستر. التوقعات الخاطئة بتصيب الناس بإحباطات شديدة جدا جدا جدا، لأن هو ما فهمش من الأول هو إيه ده وليه ده وإزاي أتعامل معاه. دور الزواج في حياتي وإيه في حياتي، إيه دوري أنا في هذا الزواج، شكله إيه ومعناه إيه. اسمحوا لي نشوف فيديو صغير يدينا لقطة عن بعض هذه التوقعات الخاطئة، وبعدين نرجع نحكي مع بعض. مجدست المسيح حد فهم حاجة؟ لقطة سريعة جدا، أي حد يقول لي فهم أي حاجة. أيوة أيوة فؤاد تفضل. توقع إن دي ملكية زي شقته ملكيته حرمه ملكيته. حد فهم أي حاجة تانية غير كده؟ واضحة صح؟ عندك أي توقع فهم تاني غير كده؟ طيب مايك هنا ممكن. انا حاسس ان هي كمان متوقعه ان ده الشكل او القالب اللي هي تبقى فيه. ده صحيح، المشكله كده انه مش بس مرات الراجل فاهم غلط، لكن مرات كتير كمان صوره الزواج عند المراه بتبقى شكلها برضو غلط. في صور كتير قوي مشوهه عندنا عن ما هو الزواج وعن هذه العلاقه الزوجيه، لكن اعمق حاجه المشكله فيها مش بس الصور الخاطئه والتوقعات الخاطئه. خليني أشرح الحتة اللي جاية ديت. البني آدم عنده احتياجات أساسية، البني آدم عنده احتياجات أساسية بالذات نفسية. طبعا عنده احتياجات أساسية إنه يأكل ويشرب ويلبس، في احتياجات بيولوجية رئيسية، في احتياجات روحية أساسية، لكن لنفسية الإنسان عنده احتياجات أساسية. حد عارف إيه هما احتياجات الإنسان النفسية الرئيسية؟ بيسموها الأربعة، هم أربع حاجات كده معروفين كده الإنسان يحتاج إليها. أيوة تفضلي. أنا أقول اتنين، الحب والأمان. الحب والأمان، حد الحب والأمان، حد عنده تاني حاجات؟ ده للمرأة مهم قوي الحكاية دي، بس بوجه عام البني آدمين عايزين برضو الحكاية دي. حد عنده فكرة تانية إيه احتياجات الإنسان تانية الرئيسية؟ أيوة القبول. القبول، احتياجي ان انا ببقى مقبول، مش كده؟ هايل، ايه ده انتوا كلكم قارين سايكولوجي. ايوه هنا كمان. الاحترام. الاحترام، يعني انا مش هكون مقبول بس، انا كمان بقدر، يعني انا محتاج نفسيا انه حد يقدرني. محتاج نفسيا ان حد يقدرني. ايوه كمان هنا. الاحساس بالامان، انه الامان. ما وصلت لكيش هنا. القبول، الإيمان. الامان. انا مثال احنا غطيناهم، ناقصين واحده بس، خليني احطهم قدامكم دول. ده علم النفس، ده يعني ده وكلنا قلناهم نفس الحاجه ما اختلفناش فيهم ابدا. الاحتياج الاولاني ان انا ابقى مقبول، ومقبول معناه ان انا محبوب والناس محتاجاني.
فالقبول معناه بحبك ومحتاج لك، قبلك ومحتاج لك، فده اللي بنسميه القبول. بحبك ومحتاج لك، بحبك ومحتاج لك، ده اللي اسمه القبول. الرفض اوحش حاجه للانسان، لما يحس انه مرفوض في العلاقات الزوجيه، صح، اقصى حاجه انك تحس انك مرفوض من شريك حياتك. الاحتياج الثاني اللي بنسميه الهويه، الهويه، اني انا متفرد، اني لي اهميه في ذاتي، ودي القيمه اللي انت اتكلمت عنها، يمكن الاحترام، ان انا شخص محترم. ودي الهويه، فانا باخد هويتي من قيمتي، من امكانياتي، من احترام الناس ليا، بتديني هويه. الاحتياج الثالث الامان اللي كلنا قلناه، مش كده؟ ففي احتياج للحب اللي موجود في القبول، وليه احتياج للامان، ان انا محمي وان احتياجاتي الاساسيه مضمونه، مش كده؟ ان بكره هاكل، ان في حد هيدافع عني، مش ان انا معرض للخطر، مش كده؟ مظبوط. يعني الايام اللي بنعيشها، يعني فاهمين اللي بنقوله ده اكتر من اي وقت فات تاني. فاحتياجات الانسان الاساسيه هي الحب اللي بنسميه القبول، الهويه اللي هي القيمه، الامان، ورابع حاجه يمكن دول نسيتوها، اللي هي ان عندي هدف عايش عشانه، في غرض من الحياه، في هدف، في بيربس، في حاجه اكبر مني بعيش لها. ما اقدرش معيش لولا حاجه، ما اقدرش اعيش عشان اسدد احتياجاتي. فقدت قيمتي الانسانيه، قيمتي الانسانيه وشعوري بانسانيتي، اني عندي هدف اعيش لاجله، هدف اعيش لاجله. فين الخطوره، وايه علاقه ده بالزواج، وايه علاقه ده بالتوقعات الخاطئه؟ ان اغلب الناس بتظن ان احتياجاتها دي هتسدد يا اما بذاتها يا اما من شريك الحياه، وده اكبر توقع خاطئ في الزواج، او الاصدقاء، او لما ننجب اطفال هيبقى عندنا سبب نعيش عشانه مشترك، والا نعيش مع بعض ليه؟ فده السبب اللي من اجله نعيش، او الوظيفه هي اللي بتديني القيمه، او الكنيسه والخدمه، او الراعي ده نفسه هو اللي بيديني الاحساس ده، او الوالدين، او ربنا، او الممتلكات، او خليط من الحاجات ديت. عايز اقف هنا كويس قوي. انا عندي اربع احتياجات اساسيه كانسان، مظبوط، وعندي مصادر لسداد الاحتياجات دي كتير قوي قوي قوي. واحده منها هو شريك الايه، الحياه، اللي في علاقته مع اهله ومع نفسه ومع حياته الاحتياجات دي مش بتتسدد، بيتوقع مين بقى اللي هيملى الفراغ ده؟ ها، شريك حياتي، ده اللي هيوفر لي الحب والايه، والامان. ما اتجوزته ليه؟ طويل وعريض، صح كده؟ الحب والامان، حنين واستخبى فيه، مظبوط. والهدف هو العيال، صح؟ عايش اعمل ايه؟ اخلف عيال واربيهم واطلعهم للمستقبل. فبنفتكر ان سداد احتياجاتنا الرئيسي هو الزواج. في غلط في حكايه؟ في غلط؟ في مشكلة؟ في مصيبة. ده في مصيبة مش مشكلة. الزواج لا يسدد الاحتياجات الأربعة دي على الإطلاق. على الإطلاق. الاحتياجات الأربعة دي من الليستة دي، إيه اللي ممكن يسدد الاحتياجات الأربعة ديت؟ الله بس. ربنا بس. فانا عايز اخد شريك حياتي حاجه هو ما يقدرش يدهاني، هو برضه جاي عشان يعمل ايه؟ عشان ياخدها. فانا محبط لما مش بيدهاني، فحضرتك محبط عشان هي ما ادتلكش، وهي محبطه عشان حضرتك ايه؟ ما ادتلهاش. بصين لي بعين رضية خالص. أنا عايز أكون واضح في الحكاية ديت. العلاقة الوحيدة اللي تسدد احتياجاتي الإنسانية هي علاقتي بربنا. العلاقة الوحيدة اللي فيها الحب غير المشروط. العلاقة الوحيدة اللي بتديني قيمتي وبتعرفني أنا مين وهويتي. العلاقة الوحيدة اللي بتديني هدف كبير أعيش لأجله.
العلاقة الوحيدة اللي بتحسسني بأمان وإني ليا ظهر كبير قوي 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 يسندني وأتكل عليه يحميني ويسدد احتياجاتي. العلاقة الوحيدة اللي ممكن تحقق الأربعة دول هي علاقتي بربنا. بشبه الحكاية دي بإيه؟ بواحد فاضي علاقته مع ربنا مش مسددة احتياجاته، اتجوز واحدة إيه؟ فاضية علاقتها بربنا مش مسددة احتياجاتها، كويس؟ فالاتنين الفاضيين دول قرروا كل واحد منهم يسدد احتياجات مين؟ التاني، كويس؟ كوبايتين فاضيين ركبناهم في بعض، حجم الفراغ زاد، صح؟ فقد الشيء لا يعطيه. فأنا عايز أخد منها عشان أديها. طب ما هي بتقولي اديني عشان أنا هي أديك. طب ما أنا ما عنديش وهي ما عندهاش، فإحنا مطلوب مننا نعمل حاجة ما عندناش. أنت ما اتجوزتش عشان تاخد، أنت اتجوزت عشان إيه؟ هي دي المشكلة. أنا اتجوزت عشان إيه؟ عشان أخد. بينما الزواج الحقيقي أنا اتجوزت عشان إيه؟ عشان أدي. أنا عندي حاجة واتجوزت الإنسانة دي عشان أديها لها. أنا عندي أمان من ربنا، أنا عندي حب من ربنا، أنا عندي هدف من ربنا، أنا عندي هوية من ربنا، أنا عندي الأربع حاجات دول مسددين من ربنا، فأنا مش داخل أخد. ابتسامة عريضة جدا، ابتسامة عريضة جدا. عشان كده احنا ما ابتديناش بالعلاقه الزوجيه، احنا ابتدينا بربنا. المدرسه دي احنا في الحلقه مش عارف 300 وكام دلوقتي، فاهم؟ لما اتكلم هنا الكتاب اتكلم الاول عن العلاقه بربنا، ادم وربنا الاول، وبعدين ادم وحواء، مش ادم وحواء الاول وبعدين ادم وربنا الاول. لو العلاقه دي مش مظبوطه ومش مش بعاني، هخش الزواج جعان، فجعان، مش بس جعان، وداخل اخد من حد برضه هو ايه؟ نفس المشكله. فالاحباط بيبقى رهيب لان التوقع غلط من الاول. هويتك انك حرم فلان الفلاني، تحب ان دي بهويتك انك حرم فلان الفلاني؟ دي الهويه بتاعتك، تبسطك الهويه دي؟ مش دي هويتي، مش هويتي انا متجوز الاموره ديت، دي هويتي. مش دي هويتي، مش الامان بتاعي ان الراجل ده قوي وحنين، قوي وحنين وبيعيا وبيمرض وبمرضه، صح كده؟ وبشوف في الاخر امان ايه ده اللي هديهوني ده، انا اللي بغير له. يعني مفيش انسان يدي التاني الامان المطلوب، مفيش. احنا عندنا توقع خاطئ. انا واضح البداية مش لطيفة، مش كده؟ انا لازم اراجع علاقتي بربنا الاول. لو انا علاقتي مع ربنا مش علاقة حقيقية وعميقة ومشبعة، عمر ما علاقتي مع شريك حياتي ما هتبقى علاقة عميقة وحقيقية ومشبعة. مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل. مش كده اتكلمنا عن مين ربنا وعن العلاقة مع ربنا وعن الشبع بربنا وازاي الاقيه وازاي اعيش معاه وازاي اجد فيه الحب وازاي اجد فيه الامان وازاي اجد فيه الهوية، صح كده؟ وازاي يشفي جراحي وازاي يصنع مني انسان جديد قادر على العطاء، قادر على الحب، عارف احب. فبتجوز لاني بحب، بتجوز عشان ادي اللي عندي، مش بتجوز عشان اخد اللي عندها. ايوه عندي قدره عن الاخذ، بس انا مش داخل عشان اخد، انا هدي. ولما بدي باخد، بس مش باخد لان ده الهدف، باخد لان دي الايه؟ النتيجه. في فرق كبير قوي ما بين ان يكون الاخذ هدف وما بين يكون الاخذ ايه؟ نتيجه. متهيألي القاعدة ديت في غاية الأهمية. بيقول الكتاب كده: المتكل على قلبه هو جاهل. لو أنت اللي هتسدد احتياجاتك ما عندكش أمل. ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيط قلب. إذا أنت متوقع أن الناس هتسدد احتياجاتك أنت بتضحك على
نفسك. أعزائي المشاهدين، أشكركم عشان متابعتكم لنا هذه الحلقة وهذه المقدمة القصيرة في رحلتنا في اختيار شريك الحياة. إلى أن نلتقي، صلي أن يحفظك الرب تلميذ، وإذا كنت زوج وزوجة بتتابعوني، إن ربنا يديك صبر في الرحلة دي عشان تكتشف نعمة الله اللي عايز يعطيها إياك لتعيش أسعد حياة زوجية. إلى أن نلتقي، ربنا يحفظكم. آمين. مجد المسيح.